تمام. هو الحقيقه ان الباب عباره عن رابشر سبلين وشويه كلام فاضي، يعني هو عباره عن رابشر سبلين روماتولوجي وشويه كلام فاضي بقى ليه علاقه بالبطنه اكتر منها جراحه. يعني الرابشر سبلين يعتبر الموضوع ده السبلين هو الاول على الدفعه في يعني الاول على الدفعه السبلين ده اكتر اورجان بيتعور في البطن، وبعدين الليفر، وبعدين اخر حاجه كده. ده ترتيبهم اكتر برانكيميتس اورجان بيتعور في البطن، وبعدين تاني برانكيميتس اورجان بيتعور في البطن هو الليفر، واخر حاجه بتتعور في البطن هي ايه؟ الكيدني. فهو في ترتيبه يعتبر الاول على الدفعه. الحقيقه البرانكيم عشان كده هو اكتر حاجه بتيجي في الامتحان، يعني رابشر سبلين هو اكتر حاجه بتيجي في الامتحان لانه ستاتستيكالي تزقمت. السؤال الجاي هو الدورسال ميزوجاستريم اللي هي اللاينورينال. الاستومك فيها جريتر اومنتم، فيها ليسر الليسر اومنتم كان قدام والجريتر اومنتم ورا، وبعدين لف في حته من الجريتر اومنتم هي الجاسترو سبينيك ليجام، يعني حته من الجريتر اومنتم هي الجاسترو سبينيك ليجام. المعده دي زمان كانت واقفه على سيفها وبعدين لفت، عشان كده ليفت فيجاس جي انتيريور ورايت فيجاس جي بوستيريور. فالمعده دي زمان كانت واقفه على سيفها كده، فكان الليفر وبعدين الاستومك، يعني الليفر قدام وبعدين الاستومك وبعدين الكيدني، وكان كده. فيقولوا على ده فنترال ميزوجاستريم، يقولوا على ده دورسال ميزوجاستريم، وان الجاستروسبلينيك ليجامنت جزء من الدورسال ميزوجاستريم. فاهماني يا رانيا ولا لا؟ يعني فاهمه ان المعده دي زمان كانت واقفه على سيفها، فالليفر قدام وبعدين الليسر اومنتم ده هو قدام فنترال ميزوجاستريم، والجريتر اومنتم ده كان ورا دورسال ميزوجاستريم، وان الجاستروسبلينيك ليجامنت جزء من الدورسال ميزوجاستريم. واضحه كده يا رانيا ولا لا؟ رانيا؟ اللاينورينال والجاسترو سبلينيك الاثنين هم جزء اجزاء من الدورسال ميزوجاستريك. طبعا السبلين هو اكتر اورجان هو الاول على الدفعه في طبعا برانكيميتس اورجان، فلو تعور هيعمل سيفير بلاد لوس، لو تعور بيعمل سيفير بلاد لوس وشوك. السبلين عاده صغير ومستخبي 1 × 3 × 5 انش ومستخبي ورا الضلوع 9 × 10 × 11، فبروتكتد بالضلوع والابدومينال ماسل، يعني ربنا خلقه والبروتكتد بالضلوع والابدومينال ماسلز. الصفحه دي فيها حاجه صعبه يا ولاد؟ السلايد ده فيه حاجه صعبه عليكم؟ السلايد ده فيه حاجه صعبه عليكم كده؟ جميل. وبعدين بيقول لك بقى طب الاسبلين عشان يتعور ايه الحاجه البري ديسبوزنج فاكتور ان الاسبلين يكبر، فلما يكبر يخرج بره الكي جي بتاعه، ما يبقاش متغطي بالضلوع، فيبقى ايزي بي رابشر. فمن اقوى البري ديسبوزنج فاكتور للرابشر سبلين سبلينوميجالي. والليفر يا اولاد برضه تحت الضلوع عشان يتعور من اكتر البري ديسبوزنج فاكتور هيباتوميجالي. يعني دايما البرانكيميتس اورجان لما يطلع من الضلوع بتاعته سهل يتعور، البرانكيميتس اورجان لما يطلع من الضلوع بتاعته سهل يتعور. وفي بعض الامراض بتخليه فرايبل زي الملاريا والتايفويد. يعني الملاريا والتايفويد من الحاجات اللي بتخلي السبلين فرايبل وايزي تو بي انجر. انواع التروما بصفه عامه اوبن وكلوز واياتروجيني. اوبن ده زي جان شوت، اوبن ده اولاد زي جان شوت وستاب ووند. كلوز انجري ده زي مثلا داشبورد اكسيدنت، حادثه عربيه. اياتروجينيك يعني جراح كان بيعمل مثلا جاستريكتومي فهو السبلين ده وارد، يعني لان السبلين لازق في الاستومك بالجاسترو سبلينيك ليجامنت فهو بيشرح الاستومك هو السبلين. سبونتينيوس رابشر ده رير وبيحصل دايما في الملاريا والتايفويد. سبونتينيوس رابشر ده رير وبيحصل دايما في الملاريا والتايفويد. ايه اخبار السلايد ده ولاد؟ السلايد سهل قوي، فكرته ان السبلين عشان يتعور يعني لو كبر وطلع بره الضلوع هيتعور، وان في بعض الامراض بتخليه فرايبل قوي زي الملاريا والتيفويد فتعمل سبونتينيوس رابشر. انما طبعا يعني ان انواع التروما اوبن وكلوزد وياتروجينيك ده كلام فاضي، يعني كلكم عارفين انواع. سمعت الخشاب اعتقد كانت كلوزد انجي.
التوريد السلايد ده صعب عليكم؟ في حاجه صعبه عليكم في السلايد ده؟ مين؟ طب هو ايه انواع ايه الباثولوجي بتاع الرابشر ليفر؟ يعني مثلا رابشر ليفر، رابشر رابشر كي. هو نفس الكلام، سب كابسولار هيماتوما ده نوع، سوبرفيشال تير ده نوع، ديب تير ده نوع، افالجر لجزء من الاورجن ده نوع. ان الاورجن يبقى كله بلبد اوت او افالزت، يعني الاورجن كله كتير، او مثلا في ارتري وفين، يعني سبلينك ارتري وسبلينك فين، وبعدين اتعوروا وحصل بينهم هيماتوما، وبعدين هيماتوما بقت اورجنايزد فايبروزيس وعملت ارتري وفينس فيستلا، او السبلينك ارتري اتعور وعمل هيماتوما وبعدين هيماتوما عملت فولس انيوريزم. حاجات عارفينها من الفاسكولار، يعني انجري للفاسكولار بيدي. ولذلك انت لما تيجي يقول لك في سب كابسولار هيماتوما، في سوبرفيشال تير، في ديب تير، في افالجر لجزء من السبلين، في السبلين كله طار من مكانه، السبلين كله بلبط قوي، او انجري للفاسكولار بيديكل. الفاسكولار بيديكل يعني مثلا السبلينك ارتر اتعور، او السبلينك ارتري والسبلينك فين. فالهيماتوما لو السبلينك ارتر اتعور بس تعمل فولس انيوريزم، انما لو السبلينك ارتر والسبلينك فين اتعوروا هيبقى بينهم ارتريو فينس فيست. الحقيقه ان الباثولوجي بتاع رابشر ليفر، رابشر سبلين زي الليفر. الصفحه دي فيها حاجه صعبه ولاد عليكم؟ كومبليكيشن، اي بارنكيميتس اورجان يتعور، رابشر ليفر، رابشر سبلين، رابشر كيدني، هيمرج وشوك، وانجري تو سراوندينج ستراكشر. يعني مثلا رابشر ليفر، رابشر سبلين، رابشر كيدني، هيبقى في هيمرج وشوك. رابشر ليفر، رابشر سبلين، رابشر كيدني، هيبقى في نيموثوراكس وهيموثوراكس وفراكشر، ما هم تحت الضلوع، هم تحت الضلوع، فدي تاني مشكله ممكن تقابلك. فاهمين يا ولاد؟ ممكن هيماتوما مثلا حوالين السبلين، يعني في السبلين كده حواليه هيماتوما، فتمسيس تبقى اورجنايزد فايبروزيس ومنسيس. لكن من مشكله، من مشاكل الجامده قوي اللي هي فيلير اوف اوبسونايز، ان هو يبقى في مشكله في المناعه بالذات في الاطفال. يعني الاطفال الصغيرين اولاد اقل من 15 سنه احنا بنحاول نبريزيرف السبلين اس فار اس، يعني الاطفال الصغيرين اولاد اقل من 15 سنه حاول بقدر المستطاع ما تضحيش عشان حكايه الاوبسونايزيشن. ما اعرفش انتوا فاكرينها ولا لا، بس كانوا يحطوها لكم ان لو في كده بكتيريايه بيجي عليها الاوبسنين دي تقوم الماكروفيش تحبها وتاكلها. يقول لك يعني تبقى عامله زي السكر كده، يعني مثلا البكتيريا دي زي الكعكه، لو جه عليها الاوبسنين اللي هو السكر تقوم الماكروفيش تحبها وتقوم واكلها، يبقى بمثابه بقى سكر، بمثابه ريسبتور. لكن في الاوبسنايزيشن دي طبعا الكبسوليتد اورجانيزم النيموكوكاي والاتش انفلونزا والمينينجوكوكاي، فاهماني؟ فهو السبلين بيلعب دور في المناعه ضد الكبسوليتد اورجانيزم، عشان كده هو مهم قوي. وحتى زمان واحنا صغيرين كانوا يعلمونا ان السبلين ده مهم قوي للاطفال لغايه 15 سنه. الحقيقه الكلام ده كلام فاضي ولا السبلين مهم كمان في الكبار. لما واحد بنعمل له سبلينكتومي بننبه عليه، لما يحس ببرودروما بتاع دور برد، يعني حاسس بس كده ان داخل عليه دور برد، ياخد مضاد حيوي على طول. يعني وانس انه حاسس ان داخل عليه دور برد ياخد مضاد حيوي على طول. الحقيقه ان الدور بتاع السبلين في الاميونيتي مش ليميتد للاطفال بس، هو اكتر في الاطفال، يعني بان بصوره اكبر في الاطفال، لكن الكبار كمان بيتاثروا. عشان كده هتاخدوا بالكم دلوقتي ان احنا ما بنحبش نشيل الطحال الا للشديد الاول، يعني بنحاول نبريزيرف، نحاول نبريزيرف، ما بنحاولش نشيله الا واحنا مضطرين. ولذلك الكومبليكيشن، ايه الكومبليكيشن بتاعت رابشر ليفر؟ هيموريج ورابشر سبرين، هيموريج ورابشر كين، هيموريج. طب ايه تاني كومبليكيشن؟ انجري تو سراوندنج ستراكشر، يعني هيموثوراكس، نيموثوراكس، اشمعنى؟ ما هم كلهم ليهم علاقه بالدفراجم واللنج والبلورا. طب ايه تاني كومبليكيشن؟ حاجه بقى خاصه بالسبلين، الاوبسونايز. في حاجه صعبه يا اولاد في السلايد ده؟ الكلينيكال بيكتشر، في الكلاسيك بيكتشر وفي الفيتال تايم، في ديليد رابشر. الكلاسيك بيكتشر دي ايه؟ يعني واحد اتخبط في حادثه،
سبلينك سيست ده تجمع دم يا باز، يعني سبلين اتعور وبعدين بقى فيه هيماتومة، وبعدين الهيماتومة بقت اورجانيزد فايبروزيس وحصل ليكويفاكشن للبلاد اللي جوه. فهو لو السيست دي كوميونيكيتنج مع ارتري تبقى فولس انيوريزم، لو السيست دي كوميونيكيتنج مع ارتري وفين تبقى ارتري فينس فيستا. طب لو السيست اللي هي الاورجانيز هيماتوما دي ما هياش كوميونيكيتنج مع ارتري ولا كوميونيكيتنج مع فين تبقى سيست. يعني اللعبه كلها عباره عن هيماتوما اورجانيز وحصل لها ليكوفاكشن. فالهيماتوما الاورجانيز اللي حصل لها ليكوفاكشن دي لو ليها علاقه بارتري تبقى فولس انيوريزم، لو ليها علاقه بارتري وفين تبقى ارتري وفينس فيسترا، ملهاش علاقه بحاجه تبقى سيست. الكلاسيك تايب اوف رابشر سبين ده اللي هو فكره انا عايز اوصف رابشر سبين اعمل ايه؟ في الشارع، في الشارع. فوانت واقف في الشارع كده هتلاقي عربيه، وبعدين فانت بتكتب هيستوري اوف تروما، وبعدين بينزل واحد من العربيه يقول لك الف سلامه، الف سلامه كده انا هاخدك المستشفى، قوم واخد المستشفى. الحقيقه اللي انا هكتبه ايه في الورقه، اللي انا هسجله ايه في الورقه، ان في هيستوري اوف تروما، مثلا داشبورد اكسيدنت ران اوفر اكسيدنت، يعني في تروما. وبعدين هياخده يوديه المستشفى. انت لو شفته في المستشفى هتعمل له ايه؟ هتعمل له اي بي، فوانت بتعمل له اي بي سي هتلاقيه في تطمن على الايروي بتاعه، لا يكون عنده مشكله في اللنج فهتطمن على الايروي والبريزنج، وبعدين هتلاقيه شوك فهتعلق له محاليل من الارض، وبعدين هتقوم عامل ايفالويشن للمخ بقى، يا ترى في فتره الشوك ده اثر على المخ ولا اللي هو جلاسكو كوما سكيل او الاي في بي، وبعدين هبدا افحصه بقى اللي هو السكند سيرفي، ان انا افحصه بقى من ساسور. فانا بفحصه بلاقي بطنه فيها خبطه في الناحيه الشمال عند الضلوع، يعني بطنه فيها خبطه عند الضلوع في الناحيه الشمال عند الضلوع 9 و10 و11 عليها ايكيموزيس وبروزيس، وممكن يبقى عليها فراكشر ريب من علاج. لو كانت الخبطه في الضلوع اليمين اتفكرت في فراكشر ليفر، بس من الخبطه في الضلوع الشمال، ده اللي خلاني افكر في رابشر سبرين من الرد. طيب انا هكشف على بطنه انسبكشن بالبيشن بيركشن اسكالتيشن ديجيتال ريكتال اكزامينيشن، ده هو الابدومين اكزامينيشن، بص جوه البريتون زي بلاد جوه البريتون بلاد اريتال، فبالانسبكشن هلاقي ريجيديتي ويكيموزيس وبروزيس، بالسوبرفيشال بالبيشن هلاقي جاردنج يعني اجي ادوس على بطنه يشدها، بالديب بالبيشن هلاقي تندرنس وريباوند تندرنس، يعني في بريتونيال اريتيشن هلاقي تندرنس وريباوند تندرنس بريتونيال اريتيشن بس زي بلاد ده. اوسكالتيشن هلاقي ديمينيشد سباينال ساوند لان الباس والبلاد يقللوا الانتستينال موتيليتي. ديجيتال ريكتال اكزامينيشن اللي هو البي ار، يعني هلاقي فولنس في الدوجلاس باوش او الريكتو فازايكال باوش. حين الكلام ده انتوا حافظينه يعني كتير جدا، كل ما تيجي سيره حاجه بريتونايتس او رابشر هو نفس الكلام ده اللي احنا بنقول عليه سيرجيكال ابدومين. اول مره سمعتوا عنها، عن السيرجيكال ابدومين ده لاد في الرابشر اكتوبيك بريجننس، كانوا دايما يقولوا لكم في الرابشر اكتوبيك بريجننسي في باي انسبكشن ريجيديتي سوبرفيشال بالبيشن جاردن دي بالبيشن تندرنس وريباوند تندر بركشن شيفتنج دنس اوسكالتيشن ديمينجمنت سانر ساوند فولنس في الدوجلاس باوش مفيش ريكتو فازايكل في النساء، الباوش بتاع الفيميل اسمه دوجلاس، ريكتو فازايكل ده في الرجاله. ليه البلفز بيبقى فيه كوليكشن كده؟ لان العيان عنده لوردوزيس لامبر لوردوزيس، فالبلفز بتاعه بيبقى مايل لقدام فبيبقى ديبندم. يعني انا لو جبت ازازه ميه ستريت وعملتها كده تلاقوا الميه نازله ديستال ان، فالحوض بتاعنا مش عدل، يعني واحنا نايمين بيبقى جسمنا عامل كده، وبالتالي الحوض بيبقى ديبندنت عشان اللمبر لوردوزيس ده حوضنا بيبقى ديبندنت.
ويتجمع الفلويد في الدوجلاس باوش او الريكتو فازايكال باوش من الرد. فدي قواعد، يعني دي قواعد حاجه اسمها سيرجيكال ابدومين. اول ما بلاقيها خلاص انا هفتح بطني. طب لو العيان اتركن شويه يبدا يبان زرقان حوالين السره كده، لان الدم بدا يمتص وبقى يتجمع في الليمفاتكس اللي حوالين الامبلايكس، فيبدا يحصل زرقان حوالين الامبلايكس، بالذات لو حته اللينيا قلب عند العيان رقيقه يبدا يحصل بقى ايه زرقان ده يبان. دي يقول عليها كولين ساين. ما هياش خاصه بالرابشر سبلين، اي دم جوه البطن، اي دم جوه البطن لو اتركن العيان يجي له كولين ساين. مثلا ممكن العيان اللي عنده رابشر سبلين يتجمع يحصل هيماتوما كده تحت الدفراج ناحية الشمال، لان سبلين شمال، فالفرينك يبقى اريتيتد، فرينك نيرف يبقى اريتيتد، فالعيان يحس بوجع في كتفه الشمال، يقولوا عليها كير ساين. خير كير ساين، كير ساين، كير ساين. ده بيبقى هيماتوما هنا على الناحيه الشمال، اشمعنى على الناحيه الشمال؟ عشان موضوع رابشر سبلين، فبيريتيت الدفراج، لان انتوا عارفين الدفراج الفرينك بيخرم الدفراج وبعدين يديله من هنا، يعني الفرينك مش بيدي الدفراج من كده، ولا الفرينك يخرم الدفراج من الاول وبعدين يدي الدفراج من على الاندر سيرفس، ولذلك لما بيتجمع هنا باص او بلاد يسمع في الكتف، فاهمين على قد؟ فدي يقولوا عليها يا خير ساين. يعني بعد قد ايه يعني عيان اكيد نجلكتد فور اورز، يعني في ساعه يعني قعد ساعات كتير يعني، فبدا يبان الموضوع متوقف شويه على كميه الدم اللي جوه، متوقف شويه على تخانه الابدومينال وول، يعني كل ما كان الابدومينال وول التخانه بتاعتها اقل كل ما كولين ساين تبان اسرع من الرد. ممكن مثلا واحد عنده رابشر سبلين والدم بيخر ويجمع هنا بلاد كلوتس حوالين السبلين، يعني السبلين اللي اتقطع ده يشتغل زي نواه ميدس، يتجمع عليها البلاد كلوتس ويصبح الدم اللي في البطن دي فايبرينيتد، لان الفايبرين كله اتجمع حوالين السبلين والدم ده بقى دي فايبرينيتد. في البلد لما بييجوا يعملوا قشطه او يعملوا جبنه او عفريت، يعني اي عفريت من كده، يجيبوا لبن ويحطوا عليها خميره منفحه وبعدين يقعدوا يرجوا اللبن، يقوم الدسم يقع كده ويتبقى هنا حاجه اسمها شرش. الشرش دي بقى اصبح حاجه منزوعه الدسم، منزوعه الدسم، يعني بتترمي في اي حته، بتترمي الا المنايفة بيسقعوها ويبيعوها، لكن هو الشرش ده بيبقى خلاص كده ايه ملوش دسم، بيبقى الدسم كله نزل في الزبده او او الحاجه اللي بيعملها. فهو اللبن في الدم فيه فايبرين، الدم فيه فايبرين، وبعدين الطحال خشن اتعور وخشن، فبدا الفايبرين يترسب هنا فعمل بلاد كلوت، عمل بلاد كلوت واصبح الدم ما فيهوش فايبرين، دي فايبرينيت فسايل، فيعمل هنا شيفتنج دانس وهنا فيكس دانس. الحقيقه سبب حاجتين، ان السبلين اصبح رو اريا فعمل نيدس، وان حركه النفس شبه حركه قربه الفلاحه اللي بتزق القربه، الفلاحه اللي بتزق القربه دي بتخضها، حتى يقولوا عليها في البلد بيخضوا الدم، بيخضوه يعني بيقعدوا يعملوه كده، يقول لك فحركه النفس بتخض الدم، حركه النفس بتخض الدم، يقوم الدم يتجمع حوالين السبلين ويعمل فيكس دانس، وبقيه الدم اللي في البطن يبقى دي فايبرينيتد فيعمل شيفتنج دانس. دي يقولوا عليها بالانس ساين. استمع الدمير ليه بره. تاني يا ولاد، لما الدم بيبقى موجود في البلورة او في البطن حركة النفس بتعمل له حاجة اسمها دي فايبرينيشن، حركة النفس بتعمل له دي فايبرينيشن، الدم يعمل بلاد كلوتس، بلاد كلوتس، ويبقى الدم دي فايبرينيتد شبه الدي اي سي، شبه الدي اي سي، لما الكلوتنج فاكتورز تجمع 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 وتعمل جلط ويبقى الدم دي فايبرينيت. فهو دي الفكره اللي احنا عمالين نشرحها من بدري، ان العيان اللي عنده رابشر سبلين السبلين المقطوع ده بيشتغل جنيدس، نيدس يعني نواه، ومع حركه الريسبيراتوري موفمنت الكلوتنج فاكتور بتتجمع هنا وتعمل جلطه كبيره حوالين السبلين،
فتعمل فيكس الدم، بقيه الدم كله دي فايبرينيتد اتشال منه كلوتنج فاكتور فسايب، هيعمل شيفتنج دم. هي دي بالانس سايكل. عشان كده انت هتلاقي بقى ان في اريتيشن للدفراوي كلاسيك بيكتشر، يعني واحد اتخبط وعلى بطنه سيرجيكال ابدو، اتخبط في جنبه الشمال وبطنه سيرجيكال ابدو، ان في خير ساين دي اللي هو ريفيرد بين الليفت شولدر من الاريتيشن والدفراوي، وفي كولين ساين ان الدم امتص من الليمفاتكس اللي حوالين الامبلايكاس، بالذات لما حته الامبلايكاس والانتيرا ابدومينال وول تبقى ثين. وفي البالانس ساين يعني شيفتنج دنس اون ذا رايت سايد ديو تو فري بلاد في البريتون، وفيكس دنس اون ذا ليفت سايد عشان خاطر الانترا بريتونيال كلوتد بلاد اراوند انترا بريتونيال كلوتد بلاد اراوند. ايه اخبار الصفحه دي يا ولاد؟ خير وكولن وبالانس كويس. خير ساين دي ان في هيماتوما هنا اللي هي يبقى بعد شويه ممكن تبقى اورجنايزد وتعمل سيست، فالهيماتوما هتعمل اريتيشن للدفراجم يقوم يسمع ايه في الكتف. في نوع بقى اسمه فيتال تايب، يعني في نوع اسمه فيتال تايب. فيتال تايب ده واحد السبلين طار من مكانه، يعني بقى بلبد قوي، طار من مكانه والبيديكل اتقطع، كان بينزف جامد قوي، وممكن كمان الاستراكشرز تتعور، الكدني والكولون والاستومك. يعني مثلا واحد ضربه قطر في جنبه الشمال، عارفين فيلم السلام يا صاحبي لما راح يقتله بالبلدوزر وبعدين قال له لا لا ما تقتلنيش، فراح ضربه بالبلدوزر كده في جنبه الشمال، راح مطبق له جنب الشمال خالص، ده ما بيتسمكرش، ده ما بيتسمكرش خلاص، لان الطحال طار من مكانه والعيان بينزف جامد قوي. وخصوصا بقى لما البلاد فيسل بتاعت البلاد ساينسز في الاسبرين تتعور، لان البلاد ساينسويد بتاع الاسبرين ما فيهاش ريكويل، ما فيهاش مصر. البلاد ساينسويد بتاعت الاسبرين ما فيهاش مصر، فما بتعملش ريكويل، فبتنزف كتير جدا يعني. من عارفه ده بيقولوا عليها فيتال تايب، ده بيقولوا عليها فيتال تايب. دي بتير في الاسبرين وصل البيديكل بتاع الاسبرين او الاسبرين بلبد قوي، ففي سبير هيمورج هيؤدي الى دف، او البلاد ساينسويد بتاعت الاسبرين اتعورت جامد وهي ما فيهاش ريكويل، يعني ما فيهاش مصل، ما فيهاش ريكويل لان ما فيهاش مصل. الاسبرين هو الاول على الدفعه وبعدين الليفر وبعدين الكيدي، دي اول حاجه قلتها في الموضوع. يعني انا قلت لكم اول كلمه في الموضوع هو ليه رابشر سبرين بيجي كتير حال، لان ستاتستيكالي اكتر بارنكيمتس اورجان بيتعور في البطن، ستاتستيكالي اكتر بارنكيمتس اورجان بيتعور في البطن، يلي الليفر واخر واحده الكلى. امال ايه الديليد رابشر سبرين؟ ده كان واحد من اساتذتنا بقى بتوع الشرعي ربنا يمسيه بالخير، يعني كان يقول لك حسنين ومحمدين ماشيين مع بعض، حسنين ومحمدين دول صعايده فجالهم بلاريسيا، فالطحال بتاعهم كبير يعني بتاع حسنين وبتاع محمدين، بعدين حسنين ضرب محمدين بالكوع كده، فمحمدين قال له يغص عليك يا حسنين، قال له اجمد يا محمدين، خليك راجل يا محمدين، وبعدين الموضوع انتهى ومحمدين روح اكل ونام، وممكن كمان عده ايام تعدي، وبعدين فجاه بعد كام يوم كده ولاد محمدين يقول لهم انا دايخ انا عرجان، ويقوم واقع مجمل عليه فيلاقوه شغل، فياخدوه يودوه للمستشفى، فيكتشف انه عنده جاردنج وريجيديتي وريباوند تندرنس وشيفتنج دارنس سيرجيكال ابدومين سيرجيكال ابدومين، فيفتحوه يلاقوا الطحال متعور فيشيلوه، وبعدين يخرج الدكتور يقول لهم ان محمدين اتخبط في بطنه وطحاله فرقع، فيقولوا كيف محمدين اتخبط في بطنه، ناخد الطار محمدين. حسنين طبعا زعلان جدا وعايز يعرف مين اللي خبط محمدين وعوره عشان ياخد بطاره، وحسنين مش واخد باله ان هو اللي خبطه يعني، لان الخبطه كانت خفيفه يعني، فحسنين ناسي ومحمدين ناسي والطلبه ناسيه، يعني حاجه كده يعني قصه كده فيها لوسيد انترفال، قصه فيها لوسيد انترفال، يعني عيان اتخبط وقال وبتاع، يعني حاجه نيوروجينيك كده، وبعدين عم بقى كويس فتره، وبعدين فجأة ديتيريوريتنج، فجأة من الدكتور يا عبد الله، دكتور ما بيطخ الدكتور عبد الله،
لا حسنين بيحصل له حاجه ولا محمدين بيحصل له حاجه، اما بتوخ الدكتور يا حبيبي. ايه اللي حصل بقى في الديلي درابشرز؟ والله ولاد حكايه حسنين ومحمدين دي كانت الحكايه بتاعته ربنا يمسك. هو اللي كان يقعد يحكي لنا ان حسنين ومحمدين الاثنين طواحين يعني طحالهم كبير يعني، وبعدين حسنين ضرب محمدين بالجوع كده، فمحمدين قال له اخص عليك يا حسنين، قال له اجمد يا محمدين خليك راجل، ايه احنا رجاله يعني وبتاع. وبعدين الموضوع عدى واتنسى وبتاع، ممكن عدى ايام وبعدين فجاه ينزف ويبقى شغل. ليه بقى؟ ما نعرفش، فبنحط التوقعات يعني. ناس تقول لك احتمال حصل سب كابسولار هيماتوما، يعني احتمال حصل سب كابسولار هيماتوما، وبعدين سب كابسولار هيماتوما دي فضلت تكبر 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 لغايه ما فرقعت، احتمال. وناس تقول لك بيبقى فيه تير صغير كده في الليفر، وبعدين الاومنتم قفله، جه عليه الاومنتم قفله وجه عليه، وبعد شويه الاومنتم وعي، يعني الاومنتم بعد عن الجرح فنزل. يعني سب كابسولار هيماتوما كانت جراديولي انكريزنج وفرقعت، او اومنتم ولزق في الجرح وبعدين وعي كده، او يقول لك يعني العين اتخبط وحصل هيماتوما، وبعدين التيلو بنكرياس اتعور، فلما التيلو بنكرياس اتعور عمل دايجيشن للهيماتوما فراح نزف. يعني اي مخدرات، اي مخدرات، لكن هو العيان بيبقى عنده ليست انترفل، فاهمين على ده؟ فاقول لك ليه بقى؟ يقول لك سب كابسولار هيماتوما، وان السب كابسولار هيماتوما جراديولي اللارج وبعدين فرقع، او الاومنتم قفل على الهيماتوما يعني قفل الجرح، وليتر اون الاومنتم سابه يعني ساب الجرح فنزف. او يقول لك العيان حصل له بلاد كلوت، والبلاد كلوت دي وقفت وبعدين بقت ديسلوجي، لما الضغط عالي بقت ديسلوجي وقعت، او دايجستد بالانزيمز فروم انجرد بنكرياس، يعني كان في جلطه بعدين لما ضغطه عالي راحت الجلطه وقعت، او الانزيمز بتاعت البنكرياس عملت لها دايجستد. ليه درابشر سكرين على ده مفهوم؟ فالعيان بيتخبط في المرحله الاولانيه نيوروجين، وبعدين يعدي باليوسيد انترفال، وبعدين يخش في ستيج اوف انترنال هيموراج. هي مراحل العام بيتخبط، يخش في نيوروجينيك شوك مثلا من القبطه، بعدين يفوق ويبقى كويس ما فيش حاجه، بعدين يعدي فتره يوسيد انترفال، وبعدين يقوم ايه حاصل له انترنال هيموراج. في مشاكل يا اولاد في هذه الصفحه؟ الانفستيجيشن في التروماتولوجي كله، التروماتولوجي كله لما بيجي لنا عيان عنده مخبوط في بطنه، اول حاجه بيعملوها ايه يا اولاد في الانفستيجيشن؟ فاست صح كده؟ يعني اول حاجه بنعملها سونار، اللي هو فوكس اسيست سونار انتروماتولوجي على فاست. الحقيقه ان السونار حلو قوي، يعني السونار حلو قوي، انا ممكن اعمل الترا ساوند الواحد في الاي سي يو بتاع الاشعه، ياخد المكنه بتاعته ويروح يعمل سونار في الاي سي. والحقيقه ان الاكريسي بتاع السونار حلو قوي في البليدنج، يعني كانوا زمان حتى يقولوا عليها فوكس ذا ابدومينال سونار انتروماتولوجي، وبعدين دلوقتي ما بقوش يعملوها ابدومينال بس، بقى يعملوها على البريكارديوم وفي البلفيس والرايت هايبوكوندريوم والليفت هايبوكوندريوم، فشالوا كلمه ابدومينال وبقت فوكس ذا اسيست سونار انتروماتولوجي، عشان ما بقتش ابدومينال ما انا ببص على البريكارديوم. فالحقيقه ان الالترا ساوند في التروماتولوجي يا اولاد مهم قوي، وانا ممكن اعمل فاست لحد شغل، والسنسيفيتي بتاعتها حلوه قوي تو ديتكت هيموراج وبارينكيمال انجري، ولكن اللي اظبط منها السي تي، اللي اظبط منها السي تي. طب ايه عيب السي تي؟ عيب السي تي انه ما ينفعش يتعمل في شوكد بيشن، يعني ما ينفعش اخد واحد شوكد وادخله مكان السي تي هيطلع ميت، فانا ما اقدرش اعمله في واحد انستيبل، ولذلك الفاست وايدلي يوزد في كل العيانين سواء شوكد او لا، لكن السي تي سكان ما تتعملش الا في عيان ما هواش شوكد، هي مور اكريت مور اكريت، ولكن ما بنعملهاش الا لو العيان مش شوكد. امال بلين اكس راي؟ يعني بلين اكس راي ممكن توريني بقى فراكشر ريب، هيموثوراكس هيموثوراكس. التقطوع الاولانيه دي اولاد بتاعه الراديولوجي الواضحه. هو ايه اللي هو يا عبد الله؟ مش عارف ايه اللي هو هو ايه هو السي تي بياخد وقت يا عبد الله، فانت لو خدت واحد شوكد ودخلته مكنه السي تي
على بال ما السي تي يخلص ممكن يبقى مات، مات وهو جوه وانت قاعد بره، يعني هو جوه في مكان السي تي وهو بره. فانا ما دخلتش ابدا عيان شوك مكان السي تي، يعني هيموت جوه انا مش واخد بالي. السؤال الجاي، طيب ايه حكايه ريبيتد بلاد بيكتشر في ديكلايننج للهيموجلوبين والهيماتوكريت؟ الحكايه دي بقى مهمه قوي فهمها يا اولاد. هو لو واحد نزف الهيماتوكريت بتاعه يبقى ايه؟ يبقى اللي انا بقوله ده. يعني ايه هيماتوكريت؟ يعني ايه هيماتوكريت؟ يعني انا خدت حبه دم كده ورحت عامل لهم طرد مركزي، حطيتهم في الطرد المركزي، فاتفصل بلازما وباك دي سيل. سيل بقى ار بي سي زوار بلاد سيل وبليت، بس هي بقى معظمها طبعا ار بي سي. فهو 45% بيبقوا باك دي سيل و55% بيبقى بلازما. فاهمين يا ولاد؟ هو ده الهيماتوكريت. يعني الهيماتوكريت ده عينه الدم بحطه في مكانه الطرد المركزي، وبعدين لما مكنه الطرد المركزي بتشتغل الار بي سيز بتنزل كده تحت باجد كده ويطلع البلازما فوق، فاهمني؟ بنسبه 45 ل 55. حلو قوي. طب لو واحد نزف ايه اللي يحصل للهيماتوكريت؟ ولا حاجه. ما العيان نزف دم كامل، يعني هو ما نزفش بلازما مثلا او دي هيدريتد فالهيماتوكريت يزيد، ما نزفش خلايا في الهيماتوكريت يقل، لا هو فقد هول بلاد. وطالما فقد هول بلاد الهيماتوكريت هيبقى زي ما هو لانه نسبه، ولكن مع الفلويد مع الانترافينوس فلويد يبدا يحصل دايليوشن للبلاد فالهيماتوكريت يقع. عشان كده تلاقي كاتب كلمه غريبه كده يقول لك ريبيتد بلاد بيكتشر. بعدين في الاول الهيماتوكريت والهيموجلوبين هيبقى نورمال، ولكن بعد شويه هيبدا تو ديكلاين، ولكن بعد شويه هيبدا تو ديكلاين. في الاول هو نورمال ليه؟ لان الفاقد هول بلاد، الفاقد هول بلاد، فنسبه الهيماتوكريت ثابته. طب هي حد ديكلاين بالوقت ليه؟ حد ديكلاين بالوقت لان انا هو عمال يفقد الدم وانا عمال اديله انترافينوس فلويد، فبالتالي دمه هيبقى خفيف فالهيماتوكريت هيقل. دي حاجه مش ريليتد للرابشر سبلين، دي حاجه في التروماتولوجي، يعني ده مبدا في التروماتولوجي ملهاش دعوه بالرابشر سبلين، ده مبدا في التروماتولوجي. فاهمين؟ فهمتوا على الحته دي ولا لا؟ فهمتوا التقطوعه دي؟ كويس. احيانا بقى بيجي لنا العيان بيموت، يعني العيان اتخبط، العيان جايب سيفير شوك، ومثلا ده بسبب المحاليل اللي انا بديها يا ندى، بسبب المحاليل اللي انا بديها. حاجه ثانيه هوضحها لكم في التروماتولوجي، حاجه اسمها اوتو ترانسفيوجن، بس انا مش هخش فيها دلوقتي، لكن دي ميلي بسبب ده بسبب المحاليل اللي انا بديها. كويس. احيانا بيجي لنا العيان بقى ولا بيبقى يعني بيموت، يعني العيان مثلا عنده هيد انجري وعنده هيموثوركس، والعيان يعني ما فيش وقت اعمل له انفستيجيشن، فانا ايه رحت واخده كده بعبل وكده ودخلته على عمليات على طول، لان انا لو اتاخرت عليه هيموت. وبعدين بتاع النيورو سيرجري فتح دماغه وقعد يفضي الدم اللي في دماغه، وبتاع الثراسك سيرجري فتح شيسته وقاعد يتعامل مع الهيموثوركس اللي في شيسته. السؤال الجاي، طيب بطنه فيها حاجه ولا لا؟ انا ما عملتلوش حاجه، ما عملتلوش فصل، ما لحقتش. انا اخدته من اوضه العمليات، رحت مدخله على طول على من باب المستشفى على اوضه العمليات، لان حالته كانت حرجه جدا. فانا مش عارف بقى هو بطنه فيها حاجه ولا لا، فبقوم جايب سلاين دافي كده وبعدين بحقنه ببطنه، بعمل فتحه صغيره قوي ببطنه كده تحت الامبلايكس، وبعدين احقن 2 لتر سلاين دافي واسحبهم تاني وعد عدد الار بي سيز اللي في السلاين. لو اكتر من 100,000 في ام ال يبقى العيان ده بينزف فعلا. السؤال الجاي، طب انت دفيت السلاين ليه؟ عشان ما يجيلوش هالجسم. السؤال الجاي، طيب انت ليه اعتمدت على بتوع الكلينيكال باثولوجي بتوع التحاليل في انهم يقولوا لك ان في دم كتير جاي من البطن يبقى في نزيف، عشان ما قدرتش اعمل له ايميجنج؟ يعني انا ما قدرتش اعمل له ايميجنج، انا دخلت على العمليات على طول. لا مش اسرع، الاسرع الفصل يا عبد الله. يعني الدايجنوستيك بروتينيال لافاج ده بصراحه يعني
كنا بنعمله زمان قوي لما ما كانش عندنا سونار، وبعدين بقى بعد ما بقى المستشفيات فيها سونار ما حدش بيعمل دياجنوستيك بروتينيلا باظ. امال بدأ يبقى بريزيرفد لمين؟ للعيان اللي ما قدرتش اعمل له سونار. السؤال الجاي، طب وانت ما قدرتش تعمل له سونار ليه؟ لان حالته سيئه جدا وبولي تروماتايز، حالته سيئه جدا وبولي تروماتايز. قمت انا خدته من باب المستشفى على عمليات من غير ما اعمل له ايه؟ فهمتوا علاج الدياجنوستيك بريتونيال لافاج؟ صلاين بيحقنوه بطن العيان وبعدين يسحبوها وبعدين يشوفوا عدد الار بي سيز، لو عدد الار بي سيز اكتر من 100,000 في الام ال يبقى في انترا بريتونيال هيموريج. لا مش اسرع يا شهد، الدياجنوستيك بريتونيال لافاج مش اسرع من الفصل، ولكن انا ما قدرتش اعمل للعيان فصل. انا دلوقتي خدت علامات على طول، وبتاعك النيورو سيرجري شغال في دماغه والكارديو سيرجري شغال في شيستو، وانا عايز اعرف بطنه كويسه افتح انا كمان ولا ما افتحش، فانا مش قادر اعمل له سونار، يعني مش قادر اعمل له سونار هو جوه العمليات. يعني في امكانيات احيانا لكده ان في حد ممكن يعمل سونار جوه العمليات، لكن في احيان كتير الامكانيه دي مش موجوده، فساعتها بعمل له دايجنوستيك بريتونيال لافاج. الحل بيبقى ان انا ما اتركنش بقى على الايمجينج لان ما قدرتش، فهتركن على بتوع كلينيكال باثولوجي واعمل دايجنوستيك بريتونيال لافاج. تاني يا ولاد، انا باكد على ان الفصل احسن من الدايجنوستيك بريتونيال لافاج، وان الفصل ده لغى الدايجنوستيك بريتونيال لافاج، لغاها خلاص، ولكن عدد قليل قوي من العيانين اللي بنحتاج نعمل لهم دايجنوستيك بريتونيال لافاج، العيان اللي هو بولي تروماتايز، فانا اضطريت اخده من باب المستشفى على العمليات من غير انفستيجيشن، اضطريت اخده من باب العمليات يعني من باب المستشفى على العمليات من غير المستشفى. طب افرض بطنه ريجيد وفي كيموزس وبروزس في بطنه بتاع وبطنه ريجيد، هتعملها ليه؟ ما تفتحه خلاص. انا بعمله كمان لما بكون العيان بولي تروماتايز وفتحه بتاع النيورو سيرجري مثلا والكارديو ثوراسيك بتوع العظم شغالين، وانا مش عارف بطنه سليمه ولا لا، انا مش عارف بطنه سليمه ولا لا، فبضطر اعمل دايجنوستيك بروتونيال لافاج. فاهمين يا ولاد ولا لا؟ يعني دايجنوستيك بروتونيال لافاج ده استخداماته دلوقتي قليله قوي بعد الفصل. ده عيان بولي تروماتايز، ده انا خدته من باب المستشفى للعمليات على طول، وانا مش عارف بطنه فيها دم ولا لا، بطنه متعور ولا لا، فاضطريت اعمل دايجنوستيك بروتونيال لافاج. لا طبعا، لو العيان بره العمليات اعملي سونار تكونفيرم. طب يعني ممكن يبقى عنده فراكشر بيعمل له ريجيديتي، او فراكشر بلفس يعمل له ريجيديتي، يعني ممكن يكون الريجيديتي اللي عنده دي مش في دم، فلو العام بره العمليات انا هعمله سونار، يعني كلام مش بولي تروماتايز بعمل سونار. لو العين حالته تتحمل ان انا اعمل له سونار يبقى السونار احسن من الدايجنوستيك بريتونيال لافاج. يعني العيان دخل من باب المستشفى على الرعايه المركزه يتحضر، فانا اعمل له سونار. انما لو دخل من باب المستشفى على اوضه العمليات على طول، فانا هعمل له دايجنوستيك بريتونيال لافاج. If the patient is severely shocked, there is no need for anesthesia. The surgeon depends on the clinical finding and proceed. يعني واحد مضغوط في بطنه وعنده ايكموزس وبروزس وفراكشر في الليفت هايبوكوندريوم وبتاع وسيفيلي شوك، قاعد مستني ما تخلص، ما باينه يعني ما تفتح. يعني العيان لو سيفيلي شوك وانت متاكد كلينيكال ان بطنه فيها حاجه افتحه، لو ما انتش متاكد كلينيكال ان بطنه فيها حاجه واخده من باب المستشفى على عمليات على طول يبقى دايجنوستيك بروتينيال لافاج، لو ما انتش متاكد، انما لو متاكد افتحه. انا وصلت يا ولاد في الحته دي ولا لا؟ انا عارف انها هتبقى مضايقاك شويه، بس في الاخر العيان هيجي من باب المستشفى على الاي سي يو. خلاص لو دخل من باب المستشفى على الاي سي يو بيتحضر اعمله فصل. طب لو دخل من باب المستشفى يعني الجنرال كونديشن بتاعته كويس، اعمله سي تي، سي تي احلى من الالترا ساوند. طب لو دخل المستشفى حالته زي الزفت وانت ما لحقتش تعمل له اي انفستيجيشن، خدت على اوضه العمليات على طول، لو كلينيكالي في خبطه في بطنه افتحه، لو كلينيكالي في خبطه في بطنه افتحه على طول، انما لو كلينيكالي في حاجات كتير تفسر ان هو شوك، يعني عنده اكسترا ديورال هيموريدج وعنده هيموثوركس وما فيش خبطه في بطنه ولا حاجه، عايز تتاكد يبقى ده جوست بريتونيال لافاج.
تريتمنت طلب. لو عيان عنده رابشر سبلين وماينور تروما كده، حد عنده رابشر سبلين والعيان جنرال كونديشن بتاعته كويسه، حد مثلا مخبوط في جنبه الشمال في مكان الطحال، الجنرال كونديشن كويسه، تحب تعمل له انفستيجيشن ايه؟ ما هو الشغل، ما هو الشغل، الجنرال كونديشن كويسه، تحب تعمل له انفستيجيشن ايه؟ سي تي. تمام. فالسي تي قالت لك ان في سب كابسولار هيماتوما، يعني هو اتخبط في جنبه الشمال بس هي از جود، الجنرال كونديشن كويسه. فانا اخترت سي تي، اشمعنى سي تي هي اظبط حاجه؟ وبعدين السي تي قال لي ان في سب كابسولار هيماتوما كونزرف، اشمعنى؟ ممكن ما يتفتحش، ممكن ما يتفتحش خالص. طب ما تروحه؟ لا ما اقدرش اروحه، لا كل يسد التربة ويجي له رابشر، فانا لازم احجزه في المستشفى. كلوز فول اب تحجزه قد ايه؟ 10 ايام. بعد 10 ايام ما فرقعتش يبقى خلاص كده قشطه، عدى قشطه. واضحه؟ لا. طب العيان جالي مخبوط في جنبه الشمال وانستيبل وشغل، تحبوا تعملوا ايه؟ فاست. تمام. لو العيان جالي انستيبل وشغل هعمله فاست واعمل له ريسسيتيشن. فالفاست قالت لك ان عنده رابشر سبلين، ان فيه هيماتوما بقى حوالين السبلين وفي فري فلويد في بطنه وبتاع، فهفتح له لابوروتومي. بس لما تعمل لابوروتومي وتنظف البطن من الدم وتشيل البلاد كلوتس وبتاع، حاول تحافظ على الطحال. يعني مثلا لقيت تير في السبلين كده خيطه، ما ترسوتشر، وممكن نحط عليه منطم ونخيطه. مثلا لقيت حته في الطحال متهربده شيلها، اعمل بارشل سبلينك. حتى لما بنلاقي الطحال كله متهربد بنحطه في شبكه فايكر كده على امل ان احنا الدم يقف ونحافظ عليه. طب افرض مش قادر، سبلينكتو. السؤال الجاي، واحنا زمان يا ولاد يا عبد الله، يعني هو الكبد احسن حاجه تعمل له توقف الدم بالكمبريشن، يعني الليفر احسن حاجه توقف الدم بالكمبريشن، لكن السبلين لا، السبلين بنخيطه ماترس سوتش، ولو حته في السبلين متهربده بارشل سبلينكتو، ولو السبلين كله متهربد بنحطه في شبكه فايكريت. يعني كده، يعني السبلين ممكن نخيطه كده. Every attempt should be made to preserve the spleen، بالذات لو العيان اقل من 15 سنه. لو العيان اقل من 15 سنه لازم اي كل المحاولات اللازمه to preserve the spleen عشان الاميون سيستم بتاعه. فلو في جرح صغير هعمل له سوتشرنج، لو حته من السبلين متهربده هعمل بارشال سبلينكتومي. ممكن اخد السبلين نفسه واحطه في شبكه فايكريت كده، اعمل له بيها كومبريشن ليدي، يعني احطه في شبكه فايكريت كده ويتعمل حواليه هيماتوما وكومبريشن مينرال. طبعا يا نجوى كتبت لي شبك ايه؟ شبكه فايكريت، شبك حبيبي، شبك قلبي، شبكه فايكريت كده يعني. فيعني فاكر الدجا تشيرت سيرته لما كلمتكم في الهرني؟ يا اسماء، ايوه. المهم عرفت هاو تو بريزيرف السبلين ولا هاويفر. خلي بالكم ان انت لو خيطت السبلين او عملت بارشال سبلينكتومي او حطيته في فايكريل مش شبكه فايكريل، لازم تعمل عن كلوز اوبزرفيشن لانه ممكن ينزف ويموت. البرولين ما بنحبش نحطه جوه البطن يا عبد الله لان الانتستين بتلزق عليه، فما نحبش نحط البرولين جوه البريتون، نفضل الفايكريل افضل. يعني ده او تبقى تحط شبكه برولين في الابدومينال وول بس مفصوله عن الانتستين ببريتون، يعني لازم تفصل الشبكه البرولين عن الانتستين ببريتون عشان الانتستين ما تلزقش على الشبكه البرولين. ما انا قلت يا سلوان ان العيان لو هو شوك بس مش قوي، يعني بعمل له ريسسيتيشن، ممكن بتاع السونار يروح له الاي سي يو بجهاز السونار ويعمل له سونار في الاي سي يو. لو العيان شوك ده او بقى باخده على العمليات على طول. انما لو شوك شويه وانا خدته الاي سي يو بدي له محاليل وبحط له دم، في الفتره دي انا ممكن اعمل له الترا ساوند. يعني في عيان مش شوك وعيان شوك شويه وعيان شوك خالص. عيان مش شوك وعيان شوك شويه وعيان شفت خالص، عيان مش شفت بعمله سي تي كونزرفت، لو عيان شفت شويه باخده الاي سي يو واعمله ريسستيشن واديله فلويد واديله دم واعمله فاست. فاهماني؟ عيان شفت فحت باخده على عمليات على طول. لا الشبكه دي بتدوب لوحدها، الفايكريل بيدوب في اربع بعد اربع شهور.
فالشبكه البايكريز دي بتدوب لوحدها اصلا. طبعا بعد ما تعمل كونزرفاتيف سيرجري ميتيكولس اوبزرفيشن از نيسيسري. العين ينزف تاني ميتيكولس يعني جامد يعني او رخم اوبزرفيشن جامد جدا للعيان ينزف تاني. حاجه كونزرفاتيف تريتمنت ده ولاد برضه فاست يعني فوكس اسيست سونار انتروماتولوجي فوق له الترا ساوند يعني الترا ساوند على البطن الترا ساوند على البطن فوكس اسيست سونار انتروماتولوجي هناخده في التروماتولوجي واللي سماها فاست. خلي بالكم انتوا عارفين زمان مثلا ما كناش نحب واحنا صغيرين ان هم يعملوا كونزرفاتيف كونزرفيشن للسكرين لان معنى كده مش هنام بالليل. ما هو الاستاذ هيقعد يتفلسف ويعمل كونزرفيشن للسكرين ويخيطه وبعدين يسيب لي العيان ويقول اسهر جنبه ولو مات هيحولني للتحقيق. فانا عايز اشيل سكرين وخلاص يعني خلينا نخلص. فاهمين على قد؟ خلي بالكم ان كونزرفاتيف سيرجري للسكرين دي تعني مستشفى محترمه تعني مستشفى محترمه كلوز اوبزرفيشن. والله يا عبد الله في بعض الاحيان لو مات يعني اصل انت وانت نايم برضه ساعات ما بتبقاش مسؤول عن عيان او اثنين او ثلاثه مسؤول عن المستشفى يعني. فلو العام مات ما حدش هيسال عنه يعني خلاص ما حدش هيسال عنه ولا اهله فاهمين. وانت صغير كده بتبقى مركز قوي فكره ان انت عايز العيان يطلع ما يموتش منك. طب افرض ان انت ناوي تعمل فاكسينيشن للعيان انتوا عارفين العيال بتوع الاطفال قالوا لكم بيدي بولي فيلنت انتي نيموكوكال فاكسين او فاكسين ضد النيموكوكاي والمنينجوكوكاي والاتش انفلونزا كابسوليتد اورجانيزم يعني. قالوا لكم بيدوا الفاكسينيشن كابسوليتد اورجانيزم بيدوا الفاكسينيشن قبل العمليه بقد ايه؟ يعني مدي فرصه قد ايه لجهاز المناعه انه يتاثر بالفاكسين ويبدا يطلع تمام يعني اسبوعين فتره لا باس بيها. بس هو في مشكله العيان اللي انا محطوط في طحاله انا مش هقدر اديله الفاكسين قبلها باسبوعين. ليه يا ولادي؟ ليه مش هقدر اديله الفاكسين قبلها باسبوعين؟ عشان هيموت. طب هنعمل ايه؟ هنديله الفاكسين بعدها باسبوعين. سربرايز بيجيب نتيجه يعني يا اسبوعين قبل العمليه يا اسبوعين بعد العمليه مفيش طحال يا عبد الله. وانا قلت سربرايز استاتيستيكالي العيانين استفادوا. ممكن نديله لونج اكتنج بنسلين يا اسطى ممكن نديله لونج اكتنج بنسلين. بس هو انا بناقش حته ثانيه معرفش انتوا فاهميني ولا لا يعني انا بحاول اناقش حته وانتوا بتحاولوا تروحوا في حته ثانيه. انا بحاول اعمل لك سربرايز وبعدين انت مش عايز تستوعب السربرايز. السربرايز بتقول ان انا لو اديت العيان الفاكسين في خلال اسبوعين من الاسبلينكتومي هيجيب نتيجه وجهاز المناعه هيستجيب رغم ان انا شلت الطحال. الاستاتستكس احيانا بتطلع لنا حاجات غريبه يعني. السؤال الجاي وبعدين لو طفل صغير كل 5 سنين يديله الفاكسين كل 5 سنين يديله الفاكسين. لا مفيش تفسير يا عبد الله. امال انا فاجئتك ليه يا عبد الله؟ ما هو لو في تفسير وسهل يا عبد الله ما كنتش اتفاجئ. حته ملهاش تفسير يا عبد الله وانا قلت لكم سربرايز يعني ليه ما بتوع الاطفال قالوا ما بيجيبش نتيجه؟ هو بتوع الاطفال قالوا ما بيجيبش نتيجه؟ ما اعتقدش لا يمكن يكون ما جابوش سيرته اصلا مش شغلهم. هم بيشتغلوا على ثلاسيميا وسفيروسايتوزس وبتاع فهو يقول لك احنا هنديله الفاكسين قبل ما نشيل الطحال وده وضع طبيعي لان هو ما بيشتغلش على سبلينكتومي في التروما لكن احنا بنشتغل على سبلينكتومي في التروما ده شغلنا. فانا فاجئتك اهو وقلت لك لو العيان انت هتضطر تشيل الطحال على طول ممكن تديله الفاكسين في خلال اسبوعين ما تشيل الطحال. وقعدت فتره اناقشها معاكم ونيجي تاني واناقشها معاكم فاهمين يا رب. وان الحقيقه لا الانتيبودي تترعلي وهم في الاطفال كل 5 سنين يدوا له الفاكسين كل 5 سنين يدوا له الفاكسين لغايه 18 سنه. طب لو هو كبير في السن ما بيدوش الفاكسين بقى كل 5 سنين كل 5 سنين يقيسوا الانتيبودي تتر. لو الانتيبودي تتر نزل يدوا له الفاكسين. الاطفال يدوهم الفاكسين كل 5 سنين لغايه 18 سنه. الكبار بعد 18 سنه كل 5 سنين مش يدوهم الفاكسين
كل 5 سنين يقيسوا الانتيبودي تيتر. يعني رقم 18 سنه ده رقم فيصل، قبل 18 سنه كل 5 سنين فاكسين، بعد 18 سنه كل 5 سنين انتيبودي تيتر. واضحه يا ولاد ولا لا؟ لو الفاكسين ما جابش نتيجه بقى ممكن يدوا له لونج اكتنج بين السن. واضحه يا ولاد ولا لا؟ في بعد كده حته الفانكشن اوف ذا سبلين، يعني السبلين ده بيعمل ايه؟ ايه رايك يا ولاد؟ هو السبلين والعيل في بطن امه بيعمل ايه؟ والعيل في بطن امه ولاد السبلين بيعمل ايه؟ بيصنع ار بي سيز، بيصنع دم ريسروبيس لغايه يمكن الشهر الثامن، لغايه الشهر الثامن يفضل السبلين يصنع البلاد اليمنت بتاعته. بعد كده خلاص البون مارو بيشيل المسؤوليه بعد كده. طب ممكن السبلين يرجع يشتغل تاني ويصنع بلاد اليمنت تاني؟ لو البون مارو مش قادر يشيل، يعني مايلو فايبروزيس مثلا والبون مارو باظ مش قادر يشيل، خلاص هيرجع تاني الطحال يشتغل. لو في انجري واخد الهايلم اوف ذا سبلين يا بشوي لازم اشيل الطحال. انما لو الانجري في البلاد فيسل بس ممكن نخيط البلاد فيسل، لكن لو الانجري واخد الهايلم نفسه لا لازم اشيل الطحال. فده واحد من الفانكشن اوف ذا سبلين. طب هو السبلين في الكبار بقى مش بيصنع بلاد سيلز، ده بيكسر بقى. يعني السبلين في الاطفال يصنع، لكن السبلين في الكبار يكسر بلاد اليمنت، لان السبلين فيه بلاد ساينوسويدز كده يا ولاد. وبعدين الار بي سيز والبليتلتس والباي بلاد سيلز واي فورم بادي في الدم كده معدي على خلايا اكوله، على كلاب حراسه. كلاب الحراسه دي كل ما تلاقي حاجه مش كويسه تقوم واكلها. مين قالك؟ ار بي سيز قديمه عجوزه بقى، وايت بلاد سيلز عجوزه. ايوه تمام. يعني الار بي سيز الطريه الحلوه يعديها، الار بي سيز العجوزه القرشانه ياكلها. يعني طول ما قاعده الخلايا دي قاعده، عدي يا مزه عدي يا مزه، والاولاد قرشانه تبنيه واكلاها. سواء بقى ار بي سيز وايت بلاد سيل بليتلت. والبليتلت بتقعد في الدم قد ايه يا اولاد؟ يعني مثلا تعيش 7 ايام في الدم. السؤال الجاي، طب ومين بيكسرها؟ البليتلت الاسبلين بيكسر منها قد ايه؟ يعني يقول لك في 30% من البليتلتس بتبقى في الاسبلين، فلو عيان جاله اسبلين وميجالي 80% من البليتلتس هتبقى موجوده في الاسبلين. فالعيان في البريفرال بلاد هيجي له ثرومبوسايتوبينيا. يعني 30% من البليتلتس بتاعتك بتبقى موجوده في الاسبلين، من البليتلت اللي في السيركيليشن تبقى موجوده في السبلين. انما لو حصل سبلين وميجالي جامد هيبقى 80% من البليتلتس بتاعتك موجوده في السبلين، وده هيعمل ثرومبوسايتوبينيا. وعمال يقول لك ان السبلين بيعمل الار بي سيز في الفيتال لايف لغايه الشهر الثامن، وبعدين الفانكشن دي بتختفي والبون مارو هو اللي بيعمل البلاد اليمنت. ولكن لو البون مارو بدا يبقى ديزيست، يعني مايلو فايبروزيس، هيرجع السبلين تاني يعمل ريسروبيسيس تاني، لان البون مارو بتاع الانسان باظ، هيبدا السبلين يعمل الريسروبيسيس تاني. الصفحه دي فيها حاجه ولا لا؟ السبلينك سيكوستريشن، ان السبلين بياكل الابنورمال سيل، سواء بقى ار بي سيز عجوزه، جرانيولوسايتس، بليتلتس، خلايا متكسره. البليتلتس بتسرفايف قد ايه في الدم؟ من 7 ل 10 ايام. والرقم الاشهر 7 طبعا. من 7 ل 10 ايام في الاحوال العاديه ثلث البليتلتس بتاعتك موجوده في الاسبرين. يعني اي انسان عادي ثلث البليتلتس بتاعته موجوده في الاسبرين، والثلثين في السيركيليشن. طب لو الطحال كبر 80% من البليتلتس بتاعتك هتبقى موجوده في الاسبرين. اما البريفرال بلاد يبقى فيه ثرومبوسايتوبينيا. فاهمين كلمه سكستريشن؟ سكستريشن دي يعني النورمال ان 30% من البليتلتس بتاعتك موجوده في الباقي في السيركيليشن. طب لو الطحال كبر 80% من البليتلتس بتاعتك هتبقى موجوده في السبلين. فاهمين على ده؟ لا. طبعا دي علاقه بالاميونيتي. يعني مثلا الماكروفيج هو يا بتجيب له البكتيريا او الفنجس او البارازايت، بتحط عليه اوبسولين
الماكروفيج تاكلها، وبيساعد في الماتيوريشن بتاع التي سيل والبي سيل، وبالتالي بيساعد في ريليس الانتيبودز من الرد. يعني هو بيساعد الماكروفيج انها تاكل الكبسوليتد اورجانيزم بان يحط عليها اوبسن، فاهماني، تقوم الماكروفيج تاكلها، وبيساعد في الماتيوريشن بتاع البي سيل والتي سيل. ولانه بيساعد في الماتيوريشن بتاع البي سيل فهو انفولفد في البرودكشن اوف انتيبودي. الصفحه دي فيها مشاكل ولا سبلينيك انفكشن؟ كفايه عليكم كده النهارده. النهارده الحد هشوفكم الثلاثة ان شاء الله. ما بيرتاحش يعني اللي بي التفصين ده زي الاوبسن، يعني التفصين ده حاجه زي الاوبسن برضه، حاجه بتنهانس الفاجوسايتوزس. نشوفكم النهارده على خير ان شاء الله يوم الثلاثة. ليجيشن انكونتينيتي يعني اربط الانفيريور ثايرويد ارتري وما اقطعوش يا نور، يعني اربطه وما اقطعوش، يعني الثايرويد كده والكاروتيد شيس كده. الانفيريور ثايرويد ارتري بيجي يمشي ورا الكاروتيد شيس عند الليفل بتاع سي 6. الانفيريور ثايرويد ارتري بيمشي ورا الكاروتيد شيس كده ويخش الثايرويد، فانا ازيح بالتراكتور الكاروتيد شيس واقوم رابطه هنا، اربطه وما اقصوش. هو ده ليجيشن انكونتينيتي، اربطه وما اقصوش. والله ما هي احسن. مين اللي قال لكم تخشوا كليه؟ نشوفكم على خير يا ولاد. هيبقى في ايوه رانيا، هيبقى في يوم الثلاث ويوم الاربع ويوم الخميس، يعني في حصص كتير ان شاء الله. خير خير ان شاء الله، انا استمتع. يعني هو يعني الاسبلين الحصه الجايه يخلص، الاسبلين ان شاء الله الحصه الجايه يخلص. بعد كده هنبقى شغالين في الاستومك والانكولوجي، يعني بعد كده هيبقى الشغل استومك وانكولوجي. الريجيديتي تتشاف لكن الجاردنج يتحسن، يعني الريجيديتي ان نلاقي البطن ما بتتحركش مع النفس، بورد لايك عامله زي حته الخشب. ريجيدي جاردنج يعني واحد بطنه توجعه كل ما اجي اتك عليها يشد بطنه بيحرسها مني، كل ما اجي اتك عليها يشد بطنه بيحرسها مني. فريجيديتي تتشاف لكن الجاردنج يتحسن. جاردنج جارد، جارد يعني كلمه حارس، حارس يعني لما اتك عليها بيشد بطن، جاي من كلمه حارس. دكتور ريكاردو مايوكن سيجر ذا ماسل اوف ذا لور اوسوفيجاس تيل ذا بلاد فيسل بيكام ترانسفيرس ذا اوسوفيجال بلاد فيسل اوريدي. لا الاوسوفيجال بلاد فيسل ترانسفيرس من بره يعني تخش سيجمنتا، لكن بلاد فيسل في الجدار لونجتيدنال زي الاوسوفيجال فيرس لونجتيدنال. فانت لما بتيجي تقطع في الجدار الاسوفيجاس بلاد فيسل لونجتيدنا، الاستومك البلاد فيسل بتاعتها ترانسفيرس، يعني البلاد فيسل بتخش الاسوفيجاس سيجمنتا، البلاد فيسل بتخش الاسوفيجاس سيجمنتا لكن تمشي في الجدار لونجتيدنا كده. سبيشال فيرس منظر سبيشال فيرس. خير يا اولاد ان شاء الله، نشوفكم على خير يوم الثلاث ان شاء الله.